ما تعودنا دائما 50-50 هن ارباب هيدي المؤتمرات ودعم الامراه والتنوع بموضوع القرار السياسي. اليوم بما يختص بهذا المؤتمر بموضوع رئاسة الجمهورية عم ينحكى عن شو مفهوم رئاسة الجمهورية وأي نوع رئيس مفروض يكون. حقيقة اللي حلو انه لبنان حلو بالتنوع تبعه وبالتنوع بالطوائف وبالأفكار المختلفة، ونقدر يوم الأيام نوصل لرئيس جمهورية وطني بامتياز يقدر مثل ما بيقولوا يمد ايده لجميع الفرقاء، وبركي يوم من الأيام ممكن نوصل لانتخاب رئيس جمهورية من الشعب، بركي هيك بتخف عنا الضغوطات الخارجية.